لك العهد يا رب، لك العهد على كل شيء. زعلان على واصل، واني زعلان. ليش ما تفتحش؟ الحين صايح انا صاحب البيت والدكان، اشتيقر كنا للفريق. الحين تم الصالح، بعد الفرش. يعني ما فيش أي واحد من يقوم برعايتنا، نحن جرحى المقاومة، لنا لدي مقارب 9 أشهر، لا مصاريف، لا أي حاجة. وهي خارج من باب العمارة، ثلاث الركام حق أثر الصاروخ كله لفوقه تأثر، سعفنا يعني أجينا وهي تحت الركام، أجا أخوها وخرجها وهي قدم دوخ وفالت ورجله مكسور. انا بعد التليفون كيف اللي ذاك؟ وضحك عليك لما اقول بس لا بعد الرقب أغلى ما نملك الحمد لله ارتقى إلى الله شهيدا، والبيت هاي جزء بسيط من الحياة بنينا وإن شاء الله بنبني غيره. سلام.
20 سنه وانا اشتغل تعبان اطال البيت، كل صعوبه يعني طلع ما خلوش شيء بيه، بس مش راح يكون عز من الولد برضه في ده يعني، مش راح نتاسف على البيت انه راح اللي عز من البيت. والله ان الرجال ما بتقصر كلهم، والله زي احمد اولادي كلهم بعتبرهم اولادي، والحمد لله يا ريت عندي 100 ولد زي احمد يروح في سبيل الله. بيجي بوكس بوكس ونص، والله بكاسه ما بتعمل. وايش هلقيت بدك تسوي؟ بدنا نعدي لجوا، بلكن الله كرمنا بثلاث اربع بوكس. اللي صار قبل الحدود زي ما انت شايف في الطبور الاسرائيلي من حد قبل ما تقرب الحدود بيجي عليك بصير يطخ عليك ويبهدلك. ده انا طرحت شبكه في بحر الغرام ليا، طلعت لي الاولى بياض والثانيه بلطيه. بالنسبة للبحر اللي هو بدنا اللي يكون البحر مفتوح يعني على مسرحية زي ما هو. يجب أن يعاد تركيبة السكانية بحيث أن فعلا يكون هناك يعني تشجيع للمواطنين للعمل في يعني كثير من القطاعات اللي يعمل فيها الوافد، وأيضا تدريجيا يعني استغناء عن العمالة الهامشية. للأسف في خلل كبير، 76% من قوة العمل تحمل مؤهلات أقل من ثانوية العامة. أما غير الكويتيين هذه مصيبة أكبر، من 1,800,000 في حوالي 1,900,000 وشوي، خلينا نقول 2,000,000 إما أمي أو يقرأ أو يكتب أو ابتدائية. وهذه يعني مصيبة كبيرة أو حتى متوسطة. أنا راح أمشي معهم حتى الثانوية، هذول الناس أنا ما أحتاجهم. Come back.
اتجاه عدد كبير من الأسر في إنه يعني أبنائهم يكون عندهم علاقة بالعملية الموسيقية بيمشي بالتزامن مع دور المركز في قيادة العمل الثقافي زي ما قلت في المجتمع. سلم الخماسي سلم غني جدا وسلم بيعبر عن خصوصيتنا وعن شخصيتنا ما في قصور. القصور ده ممكن يكون اللي هو علاقه بانه موسيقانا تصل يعني تصل الاخرين عنده علاقه بحياه ثانيه ما عنده علاقه بالسلم الموسيقي.